سلمت اليوم الخميس الموافق 5/8/2021 مديرية أوقاف القاهرة 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، ليصل إجمال ما تم صرفه لمديرية أوقاف القاهرة 20 طن. الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، يسر مديرية أوقاف الغربية أن تتلقى الدفعة الثالثة 4 طن بفضل الله جل وعلا. تصل الدفعة الثالثة من صكوك لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحيرة بتاريخ الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، لتصل عدد الكمية التي وصلت إلى مديرية أوقاف البحيرة إلى 12 طنا من صكوك الرحيم. اليوم 5/8/2021 وصلت إلى محافظة دمياط الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي. قد وصلت اليوم الخميس الموافق 5/8/2021 الدفعة الثالثة، وسيارة محملة 4 طن من اللحوم، وبهذا يكون قد وصل لمحافظة الفيوم من 10 طن. اليوم الخميس الموافق 5/8/2021 تتسلم مديرية أوقاف المنيا 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي من الدفعة الثالثة، وأصبح مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا حتى الآن 12 طنا.